تك مستقبلك، جداريات تزين شوارع بغداد لحث العراقيين على المشاركة الفاعلة في انتخابات تشرين. إذا ما راح المواطن ينتخب راح يستغل الشخص الفاسد والشخص المزور وهو يتحمل الإثم، يتحمل إثم الفعل اللي سواه المزور والمفسد. المقاطعة تمنح صوتك للمزورين والفاسدين، وجهاء بغداد يحذرون لا تعيدوا أخطاء الانتخابات السابقة. شكل العملية السياسية الأربع سنوات القادمة مرهون بالمشاركة الواسعة في الانتخابات من قبل الناس، فعليهم فيما لو أرادوا تغيير الواقع اختيار الأكفأ والأحسن. شرائح النجف تجمع على الزحف نحو الصناديق، الفاصل بين التغيير والإحباط حجم المشاركة. البرزاني ينبه لخطر الإرهاب، داعش ليتحين الفرصة في العراق كما تحين الطالبان فرصة الانسحاب الأمريكي. أهلا بكم. رئيس تحالف الفتح هادي العامري الدعوات لدمج الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية بأنها مؤامرة لحل هذه المؤسسة. وقال العامري خلال اجتماعه بتنظيمات بدر في ديالى إنه لن يسمح لأي جهة كانت المساس بالحشد، وأن مهمته الأساسية خلال المرحلة المقبلة ستكون الحفاظ على الحشد وحمايته.